بدنا نعمل سينمون رولز بالتوست رح نحتاج لواحد كيس توست، وبدنا واحد كوب سكر بني، معلقة كبيرة من القرفة، 50 جرام من الزبدة، خليط طحين ومي للزق أطراف التوست. أما للصوص فإحنا بحاجة لعلبة حليب مكثف محلى و 100 جرام جبنة كريمية وصوص الشوكولاتة. أوكي طيب بصي دلوقتي احنا عايزين عندنا هنا شوية طحين هنحط له بس شوية مية ونعمل خليط لزق أيوة غيرة للأكل أيوة بالظبط. رح أبدأ بتعليقاتكم، بصبح عليكم كلكم طبعا اللي عم تتواصلوا معنا. دنيا الوقفي أنا وماما بنصبح عليكم، روان وغادة اشتقت لكم، يلا صار وقت تزورونا بإربد إن شاء الله يا دنيا إن شاء الله. رائدة أحمد اشتقنا لك روان وحياتك لا تغيبي حبيبتي، ما غبتش غير يومين بس هذا حتى مش يومين، أنا أول مبارح كنت بالمطبخ. الله يسعد صباحكم أحلى الحلوات روان وغادة، وتحية لأروع قناة وأروع مشاهدين. شكرا كثير يا رائدة. خلود شريف خماش أروع مذيعة وأروع شيف، ما أحلى الصباح الرائع، بحبكم كثير، شكرا إليك. ومريم الفقير صباحكم فل ورد، نورتي يا ملكة الشفات ويسلموا إيديكي يا رب. طيب شوفي دلوقتي احنا هنعمل ايه، هنقطع التوست من الاطراف بتاعته. تعرفي هذيك المره خطر ببالي اي توست كمان بزبط، في توست ببيعوه مش بالمخبز يعني ببيعوه بالسوبر ماركت الكبار، وبكون هو زي توست بحليب كثير طري، بحس هذا كثير والله ممكن. انا جربت كثير توست هنا ما لا هذا بظن بزبط لانه كثير 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 طري بطريقه مش عاديه، فبتخيل وطعمه على حلاوه هو شوي ايوه، فكثير بلبق هذا لهي الوصفه. طيب شوفي دلوقتي هنعمل ايه، هناخد التوست اللي عندنا دول كده وهحط شويه من الخليط ده على الطرف هنا. أوكي. وحلزق ده في ده كده كبرتيها كبرتها شوية وبعدين هنفردها. تمام، وهي زبدتنا تقريبا عم بتسيح. محمد جبع أبو جابر صباح الخير منورين، أنا ولاء الجابر بتابعكم من الزرقاء، بحبكم كتير كتير وكتير بحب أكلاتك يا أحلى شيف، وبصبح ماما وبابا وأخوي قصي الجابر من عجلون، أهلا وسهلا فيك يا ولاء. شوفي هناخد بقى شوية من الزبدة اللي عندنا دي وهنحطها هنا. الزبدة إيش تعمل؟ عشان الطعم ولا إلها إشي ثاني؟ زي السينامون رول بالضبط، مش بتحطيها في زبدة. هناخد دلوقتي السكر البني والقرفة هنحطهم كده بالشكل ده. تمام وبعدين هناخد برضو شوية من الخليط ده وهنحط على الاطراف هنا لحتى نلزق عشان نقفلها، وهنبتدي نلفها معنا السكينة. بدك تقسميها؟ هنقسمها اهي كده كده لغاية ما تلزق، وبعدين هناخدها نقطعها من النص بالشكل ده، وده هيبقى شكلها من جوه. بناخدها بقى بنرصها في صينية لغاية ما يبقى ده شكلها. بنخبزها؟ هناخدها هنحطها في الفرن بس يعني نقول 5 دقايق بس خمس دقايق على درجة حرارة 200 تقريبا. اوكي هاي مش مخبوزة؟ لا لسه، ده بيكون شكلها لما نحطهم جنب بعض هيك بيطلع شكلها النهائي. الوصفة عندنا هنا الجبنة اهي هذا الصوص والحليب المكثف المحلى، هنقلبهم بس مع بعض وده يبقى الصوص بتاع الجبنة وصوص الشوكولاتة الجاهز اللي بيتباع، او لو حابين نعمله في البيت بنخفف شوية شوكولاتة خام مع شوية حليب او كريمة.